عارف يا محي اعمل فيك ايه؟ اعتذر لك ولا اخنقك؟ خلاص بقى يا عم ممتاز، ما تعملكش فيلم. انما جوز امك ده عايز الحرق. عايز الحرق والشنق. بس بيني وبينك انا بشكره على الرميه اللي رماني فيها. وما قلتليش انت بتعمل ايه في الصين؟ انا ولله الحمد تاجر فوانيس رمضان. وحوي يا وحوي. بسمعهم هنا وبعدين بدهول بيهم السوق في مصر. ايه ده؟ لحظه واحده، انا بتشائم من لمه التليفون وانا بتكلم. كفايه تشاؤم بقى. بتشائم جامد والله. الو، ليه؟ مين ليه دي؟ انا فين؟ انا في الصين. سوري، في الاوضه كنت هنام. بكره الصبح هنشتري الحاجات من نجمه. نجمه ايه؟ انا مش هنام اصلا. تصبح على خير. مين دي؟ يا أستاذ ممتاز، أكيد واضح إن أنا في حالة انهيار عاطفي. قدر الموقف. قدر. أنا بقدر العاطفة. نفسي آخر صوت يفضل في ودني هو صوتها. ماهي. يا عم ايه يا عم الفكهان انت؟